رضا اينما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. اليوم نزلنا للشارع باش نصوروا بعض المواطنين شكون في نظرهم غادي يفوز بلقب بطوله الخريف. بقاو معنا باش نشوفوا الاجوبه ديال المواطنين. وتنتمنى جديده ديها، انا تنفضل جديده ولا شي فرقه اخرى، تنتمنى ان فرقه اخرى. وتنقول بعد المناسبات الفريق الفاسي ربما وقع عليه شي حادثه او شي حاجه، حفظهم الله، ومغرب فاسين عزيزين عليهم والشماليين. تنتمنى انهم يكونوا بصحه جيده، وتنتمنى انهم راني لي فان ديالهم. الدفاع الحسن الجديدي هو فريق دكالي، فريق كبير، ما نحتاجوش نهضروا عليه ولا شي حاجه. من الوداد هي اللي غادي البطوله الخريف، ونقدر نقول لك واحد الحاجه دابا، هي اللي غادي البطوله كاع هذا العام. غتكون 2017 خير على الوداد ان شاء الله. اللي كيبان لي دابا كتبان لي الجديده هي اللي قريبه تفوز ببطوله الخريف، وما كرهتش انا فريق الرجاء البيضاوي هو اللي خصو يفوز بها، وان شاء الله يكون خير. مزيان بحال هكا البطوله هذا العام، مزيانه بحال دابا الجديده كتصدر البطوله والوداد وفريق الرجاء البيضاوي. ان شاء الله نتمنوا خير، ونتمنوا الفرق الاخرين كاملين بحال هكا يتنافسوا، وتكون النقاط بيناتهم قلال، وان شاء الله نتمنوا خير. بطوله الخريف الى مشات فريق الدفاع الحسني الجديد انتصر على فريق الرجاء، فهو اللي غادي يكون فائز ببطوله الخريف. لا سيما خص الوداد هو ينهزمو حيت بيناتهم ان بوان. وكنظن باللي هي الجديده يا فريق الوداد، غير هو انتظروا فريق الرجاء البيضاوي في الدوره 30. نقدر نقول الوداد، هي الوداد قرب من اي فريق، لانه هي الاولى، وعندها ماتش غتدخلوا غتقدر الجديده عندها ماتش واعر مع الرجاء. انا كنظن وان شاء الله ما يخيبناش الظن ديالنا، سيكو ان الوداد هي اللي غدي بطوله الخريف. وديجا الوداد نقدر نقول لك واحد الحاجه، سيكو انها كون كانت كتلعب في دونور هاد الشطر الاول ديال البطوله كامل، كانت غدي بطوله الخريف، وغتكون بعيده على لا دوزيام والتخوازيام بشي 6 ولا 9 نقاط ولا القسم، ولكن مالوغوزمون داروا بزاف. بالنسبه لي انايا فريق الوداد الرياضي هو اللي يقدر يديها، يعني ولا هو المتصدر ديال البطوله الوطنيه ديال الخريف، يعني هو المتصدر دابا في الدفاع الحسني الجديد بنقطه، يعني كاين فور بروبابل يقدر الوداد هو اللي يربح. اذا مشاهدينا كيفما سمعنا الاجوبه ديال المواطنين، فالاغلبيه ديال الاجوبه تروحت بين فريق الوداد وفريق الرجاء وايضا فريق الدفاع الحسني الجديدي، بين الثلاثي واحد منهم يقدر انه يفوز بلقب بطوله الخريف. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله. الى اللقاء.